هاي بيتي زي ما انت شايف. قبل نصف ساعة من هذا الوقت تم استهداف منزل بجوار منزلنا دون أي سابق انذار أو تحذير، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابات عديدة في هذا المكان. يعني احنا كنا قاعدين فيش أي شيء، يعني دون انذار كنا قاعدين في داخل البيت وفي أمان الله تم استهداف المنزل بشكل مباشر من بجوارنا زي ما انت شايف. واحنا مدنيين، يعني ما لناش اي علاقه في السلاح او في المقاومه او الى اخره، واسرائيل بتستهدف المدنيين وزي ما انت شايف احنا مدنيين، تم استهدافنا ولا احد الناجين.